ستار عفوا يعني عفوا هو حسب ما فهمنا يعني لما لم يتم العثور على عنوانك فتم التعليق في المحكمة والبلدية حسب الإجراءات القانونية. الشيخ جاب الله أنت قلت أنه يمارس تجارة الزجاج وأكبر مستورد للزجاج هو ينفي أن يكون يمارس هذا النشاط، وأنت الآن تقول أنه عندك الأدلة عفوا تؤكد أنت عفوا لحظة لو سمحت ستار عفوا الأدلة تعنا نقدمها للعدالة أنت نقدمها للعدالة وليست للقناة. القناة لست لا 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 لست لا لا ليست ليست محضر قضائية لتبليغ. نحن لسنا محضر والله عن طريق الفيسبوك بيبلغ. عفوا سي طاهر عفوا عفوا يعني أنت مصر بأن الشيخ جاب الله أكبر مستورد للزجاج في الجزائر حقيقة؟ إيه. عندك أدلة على هذه؟ عندي أدلة قاطعة ونقدمها للعدالة وليست للقناة ولا للفيسبوك.